الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، مدير كهرباء زحلي أسعد نكر بموضوعية هذا الاثنين 9:30 مباشرة على الام تي في. أحلى بارتي يمكن بمرحلة الزواج هو المرحلة اللي بيرتاحوا فيها العروس والعريس، يعني عم نحكي قبل الزواج، بعد الزواج يمكن بيكون في هانيمون وهيك وتوابعه، بالتالي بيكون مريح. قبل الزواج السبا، المساجات، سوان للوجه، المحلات اللي بتغنش فيها خاصة العروس. من هيك موضوعنا اليوم بويندو ويدنج هو عن كيمانترا سبا. خليني بذكركم انه هالويب سايت فيكم تزوروه ات اني تايم وتاخذوا كل تفاصيل مع كل الضيوف اللي بتتابعون بويندو ويدنج كل يوم تقريبا بهذا الوقت، وتعرفوا كل شيء انتم بحاجه تعرفوه قبل مرحله العرس. ضيفتي لليوم هي ماري كريستين نهاش. ماري كريستين درست بتايلاند شو سحر المساجات والعنايه، وانت ماري كريستين تهتمي بشكل يومي ودائم بكيمانترا سبا اللي بيقدم مجموعه كبيره من الخدمات. شو اهميه هالمرحله الغنج والدلال للعروس او للعريس حتى اللي بحب يعمل مساجات وسما قبل الزواج؟ ضروري تكون مبينه، غير بتكون بينة مرتخية ومرتاحة وريلاكس من المساجات. شو السيرفيسات اللي بتقدموهم بكيمانترا؟ فكرة كيمانترا سبا انه كل اوضة بلد مختلف، هن من اهم البلدان يلي انشهرت بتاريخها وحضارتها بالمساج او بالعلاجات التقليدية. يعني هذا الشيء كثير ديفرنت عن كل بقية السبا اللي بنشوفهم بلبنان، لأن صاروا كتار. يعني بتفوتي بتنقي كل أوضة فيها بينعمل فيها. شوفي مثلا أي بلاد؟ يعني تشاينا هلا بنشوفها على الفيديو. هلا في تشاينا. تشاينا، تايلاند، جابان، إنديا، موروكو، وعندنا كمان فيزيوثيرابي نحكي عنها بعدين. هيدا جابان. شياتسو مساج. بيشتغل على نقاط معينة بتتركز فيهم الطاقة. بنشتغل على انرجي لاين معينه، بيريح كثير اقوى من غيره، بيطلب جهد اكثر، في ستريتشنج، بيطلب جهد من اللي عم يعمل مساج، من اللي عم يعمل مساج اكيد. انت اللي عم تعملي مساج بالفيديو؟ يعني انت مش بس تشرفي على السبا من بعيد، كمان بتشتغلي باللي درستي. نعم. قد ايه مهم انه واحد يكون دارس يعني بهالدومين وبيفهم فيه ليعمل مساجات؟ اليوم مش الكل بكل المحلات بيكونوا هيك. لا اكيد مهم، خصوصا بس تكوني عم تنقي مين بده يشتغل، مين بده يعالج بالمساج. هيدا بينعمل بتشاينا هوت ستونز، هي الحجاره السخنه من البركان بترخي العضل. بينعمل مساج بطريقة أكيد مدروسة، والهيت تبع الستونز بفوت على العضل وبيشيل التشنج. أكيد مهم أنه تكوني أكسبرت بالموضوع، لأنه أنا بالنسبة إلي بنقي الثيرابيست على أساس التاتش اللي بسميه انتليجنت تاتش، يعني بتكون حساسة أكثر للوجع بالعضل وللتشنجات. ومش كل واحد تعلم تكنيك بيقدر يعمل مساج، يعني انا بالنسبه لي هو ار، ولازم تكوني موهوبه تتعملي تتمارسي هالفن وتتعالجي بالمساج. اوكي يعني الثيرابيست اللي عندك او الثيرابيست اللي عندك كلهم متخصصين وبيعرفوا وعندهم هالتاتش السحريه اللي عم تحكي عنه. وكيف بيختار واحد بين بالي، تشاينا، جابان؟ بس يجي الكلاينت لعنا نحن بنوجهه شو اللي بحاجه، وين عنده تشنج اكثر. كل مساج بيركز على شيء معين، مثلا هيدا بالينيز مساج بشبه حركاته بحركات الموج، بيركز على اوجاع الظهر والرقبه والكتاف. اكيد هو فول بادي مساج بس هيدا التركيز لاني اكثر بارت بوجع بالجسم. مزبوط، اكثر بارت بشنج. وبتستقبلوا رجال ونساء للمساج؟ يس. وفي كل تريتمنت بينعمل فيه جيو، يعني في يجي الكابل اثنيناتهم مع بعضهم يعملوا المساج. عندك للعروس والعريس شيء سبيسيال بتقدميه؟ اكيد برايدل باكج. اكيد عندنا باكجز حلوين بتعمل فيهم من ميك اب، مساج، فيشل تريتمنتس قبل العرس بتحضر حالها، و كل شيء. يعني في حمام مغربي كثير حلو هلا بنشوفه. عم يسألوني من الكنترول روم للرجال شو في أفراد، في أشياء سبيسيال للرجال؟ كل شيء بنعمل للاثنين. كل شيء بنعمل للاثنين. هيدا
اتس ماي فيفورت. هيدا مساج لانك درستي بتايلاند. تاي مساج مثل اليوغا. يعني هو بيفيد اللي عم يشتغل واللي عم ينشغل عليه. يعني بيفيد مش بس جسديا، نفسيا كمان. بيشتغل على نقاط معينة بتختلف عن نقاط الشياتسو والجابانيز. الستريتشنج كثير بيفيد بقلبه وكثير بيريح. عادة قد ايه مدة المساج بتكون؟ يعني انا هو الجسم ببلش يرتاح بعد نص ساعة. سو ايديال انك تاخذي ساعة، ساعة ونص، في ساعتين كمان. واو طويلة. يعني بتحسي انه ساعتين كثار، بس تكوني عم تشتغلي، بس تكوني بالمساج بيمرق الوقت بسرعة. حكيتي كمان عن فيزيوثيرابي. عندك فيزيوثيرابيوت باللي كمان تراس با. كل كا بيجي لعندها بتدرسه وبترجع بتشتغل عليه حسب الكيسز الامراض اللي بيعانوا منها بتعالجهم كمان. يس. بالاضافه الى المساج اللي هيدا حمام مغربي. اول شيء بتفوتي على ستيم روم، حمام بخار، بتفتحي كل الخلايا، كل المسام بجسمك. بيرجع بينعمل فرك للجسم بليفه مغربيه. تشيل كل الخلايا الميتة. بيرجع بيتغلف الجسم بطين من معادن واملاح مغذية. بيرجع بينزل رين شاور، بيعمل لك مساج، بيرجع بينعمل مساج سريع كمان. هيدا مندارا مساج. بانديا بينعمل مساج بزيوت هندية. بانديا بيقولوا انه كل شيء بينحط على الجسم لازم يكون تقدري تحطيه بتمك. يعني كل شيء نحن الزيوت عنا من انديا لازم تقدري يعني تذوقيه تما يضرك. هيدا المساج بينعمل اثنين ثيرابيست بيشتغلوا على الريسيفر. بيشتغلوا بطريقه متناسقه، ما بتحسي انه في اثنين عم يشتغلوا يعني، بس اكيد بيكون الافاء اقوى لانه في اربع ايدين عليك. هيدا شيرودارا مساج بينعمل للراس، بينزل زيت سخن على الراس، بننقي الزيت كمان حسب نوعية الشعر. بيفيد للهار وللمعين. بينعمل مساج للراس وللوجه، لأوجاع الراس والميجرين والقلق وانسومني كلهم. هيدا فيشل تريتمنتس كمان. كل كليون بتجي لعنا البيوتيشن بتدرس الكا تبعه وبتقلها شو لازم تعمل كفيشل. قبل بقد ايه وقت لازم ياخذوا مواعيد من كمان تراست با؟ اربع ايام. قبل باربع ايام لحتى يتحضر كمان نوع المساج. انتم بتساعدوني يختاروا اي مساج اللي بحاجه له اكثر. بنبلش على التليفون وبس يجوا بنحدد اكثر. شو السيرفيسات الثانيه بتقدموها غير المساج بالسبا؟ عندنا ليزر هير ريموفل، من اهم تكنولوجيا عندنا اياها. سليمينج. بيديكور قلتي سليمينج. شو سليمينج؟ كيف ماشين؟ ماشين تشتغل انفراريد وبالبيرولي للسيلوليت. وكمان نعمل بفيزيوثيرابي بالبيرولي اللي هو كثير بيفيد للسيلوليت. وعندنا مانيكور بيديكور وميك اب. وميك اب. العروس قبل بقد ايه وقت بتفتكري لازم تجي لعندك لتستفيدي؟ بين هالنضاره على وجهها وهال. لازم تحضر حالها قبل بشهر انا بقول. وقبل بثلاث ايام لازم تكون كمان عم تعمل فيشل تريتمنت. وبهلا ديورينج هالشهر شو شو بتقترحوا عليها تعمل بكيمانترا؟ بدها تمرق على كذا مساج تعمله. الحمام المغربي ضروري لكرمال البو تبعها. فيشل تريتمنت اهم شيء. ومانيكير بيديكور قبل ثلاث ايام. مش قلتي لي في عندك كمان اوفرز او باكجز للباتشلر بارتي؟ ايه بيجوا جروبات بفوتوا. يعني هي باتشلر ناعمه وحلوه. مش كثير انه مش جنون يعني. مش جنون لانه ريلاكس. شو بيعملوا حمام مغربي؟ بيعملوا حمام مغربي بفوتوا مع بعض ثلاثه، بيكون ثلاثه عم يعملوا مساجات. وبعدين بيقعدوا بريلاكسيشن روم مع بعضهم، بنعمل لهم مثل حفله صغيره. ما بيكون ما بيعملوا لك عجقه بسبا؟ المفروض يكون هادي ورايق. لا حلوه هالعجقه. بكون حجي لهم سبا لهم اكيد. شو اللي بيميز كيمانترا سبا عن غير سبايات موجودين بلبنان ماري كريستين؟ يعني نحن حساسين اكثر لكلاينتس نيد. يعني في كثير سبايات بس عندك دايفرسيتي. وانا بنقل ثيرابيست وهن حساسين اكثر للانرجي، يعني بحسوا اكثر بكل كلاينتس. ومنا كوميرشال يعني
مش كتير مش الهدف مش تجاري. الهدف تجاري اللي بده تفاصيل اكثر عن كيمان تراست با بيقدر يزور الويب سايت اكيد بيشوف كل الديتيلز وقبل باربع ايام بتتصلوا لتاخذوا موعد ويندو ويدنج لكن هذا كان موضوعنا لليوم السبا يعني بس الحديث عن سبا خلينا نكون هيك ريلاكست اكثر فكيف اذا حدا بيعمل مساج خلي اقول انه windowwedding.com هو عنوانكم اكيد اذا حابين تاخذوا تفاصيل عن كيمانترا او عن كل شيء ممكن تحضروا لحفلتكم الكبيره والاعراس خاصه انه الموسم اللي جاي موسم عامر مفروض خلال فصل الصيف هذه كانت فقرتنا لليوم رح ناخذ بريك من بعدها حنكون مع فاميلي لأن كريم محضرة من القشطة والحليب الطازج طعمها